دي هنا كده الاول، وبعدين توصلها هنا. حلو، تعمل دي زيها. والله احشرها كده. استنى كده اهو، بص كده بس، مش متصله ببعضها قوي. متوصله. حلو، تحط دي هنا كده. ماشي، خلاص. ايه تاني بقى؟ كده بقى اداني من غير ايه؟ من غير مقاومات خالص. تمام. عايزين بقى نوصل المقاومتين اللي هم بيهم كيلو بيتغيروا. المفروض بتوصل واحده من هنا مع واحده من هنا، بس على شرط يكون مجموعهم بيساوي ايه؟ واحد. المفروض ان دي واحد تسعه، يعني واحد مع تسعه، المفروض 10 كيلو. 10 كيلو كمان، يعني واحد مع تسعه. وبعدين تغير دي. تغير بقى، تخلي 8 مع 8، 7 مع 3. يبقى بشرط انت تكون المقاومات دي مجموعه 10. هتوصل ايه؟ بدل واحد الاول. بص عشان ما تلخبطش، شيل لك دي خالص اهي، ولا سيبها ما علينا. المقاومتين مع الايه؟ مع الاوسيلوسكوب. هذا الاوسيلوسكوب. وده مثلا عند الواحد يبقى دي 9، وده عند 9. 9. حلو. ناقص ايه بقى؟ ناقص السلايدر ده ولا لا؟ سيبها ايام توصلها، لما التليفون وصلها خلاص. يا عم سيبك تسيب. حلو، ده بقى تاخده تحطه ايه؟ في الاوسيلوسكوب برضه. تحط السلك. ما بص شوف ده كده، بص هو ده اللي هو السلايدر ده، تمام؟ بتوصل بالاوسيلوسكوب، وبعدين متوصل بين ايه؟ بالمقاومتين. ده متوصل بالاوسيلوسكوب، وبعدين ده متوصل بالمقاومتين، اللي هم ايه ده تبع ده برضه. كده. حلو، تمام. ده كده موصل واحد مع التسعة. بقى بيقول لك انت هتعمل ايه؟ ده انا بيحصل رصاص. لا انا مش بيقول لك بقى بتحسبها من الجدول. الجدول مكتوب هنا اهو. هي الواي، الواي معروف موجود، تعملها من تعمل عند 2 وتشوف الاكس بتاعها ايه. يعني بص، تخلي ده الاول كده اهو، تخليها على ال 100، يعني مش الجراوند، يعني فاهم ازاي؟ تمام. لو كده لو انت كده تجيب اي نقطة، تمام كده تجيب البتاع وتحرك اهو، شوف بتفوق. تمام. حلو. هو بيقول لك هنا احسبها لي من عند دي البي وكيو اهي، ديت 1 من 10. 1 من 10 دي بتعملها ازاي؟ هو في قانون، القانون بتاع الواحد مع التسعة طلع لك 1 من 10، اللي هي البي على البي زائد 2. يعني كله على 10. بص البي على 10. البي مثلا اللي هي ايه؟ 1 على 1 زائد 9. حلو، يعني ما هو دي كده مش انت موصل واحد مع بتطلع 10. يبقى هي 1 على 10، فايه 2 على 10، يبقى بتساوي 1 من 10. وليه 2 كده؟ فاهم ازاي؟ ماشي. بقى اللي بتاعت 1 من 10 دي، خلي الواي عند الاثنين، تقف بده تحاول تظبطه كده، فاهم؟ الواي اللي هي دي عند الاثنين اهي. تمام كده زي ما هو عايز اهو. تمام، سيب ده عليه ومش هتحرك، سيبه. وبعدين تجيب الاكس. الاكس دي بتجيبها منين بقى؟ اقول لك انا تجيب الاكس ازاي. تفضل تحرك يمين او شمال. حلو، يا يمين كده عشان تجيب الاكس، يا شمال. تمام، لغايه ما الاو بيقل يبدا يجيب اخره وهو صغير، وبعدين يجيب ايديه عليه تاني. تمام، دي اسمها المينيمم بقى بتاعتها بقى. يعني حتى نروح كده، تيجي نروح كده اهو لغايه ما يوصل. شوف كده وقف وقف عند النقطه وانا بتحرك لسه. اول ما ابدا يكبر بقى. ايوه، ارجع ابدا يكبر، ارجع بقى. ماشي، مثلا يبقى زي التلات. طلع معايا هنا 3.2 من 10. تمام، استنى كده، ارجع تاني. هي المفروض كده بالظبط سالب 3، يعني سالب 2.8 من 10. لا، سالب 2.8 من 10. ماشي، بس خليها زي ما هي. ماشي، ما علينا، احنا كده عايزين خلي الواي على 1. خلي بقى الايه؟ الواي عند 1. ترجع تقف عند الواحد. حلو، كل ده وانت لسه مثبت المقاومات. تعمل تمام عند واحد، تمام؟ وبعدين تحرك. ايوه، سالب 3. يبقى اللي فاتت كانت كام؟ سالب 2.8. كانت 2 وكذا. المفروض بقى انت لما تنزل كده تقريبا يبقوا برضه بيساووا بعض. تعالى بقى عند الصفر اهو. تمام؟ حرك. سالب 2.8. سالب 3 بالظبط. يعني 2 وبرضه ايه؟ سالب 3.
3 و 1 ماشي. هو 3 و 3 و 3 و 3 3 كتير 3 و 2 ده المفروض ان 3 ونص. اه قول 3 و 2 ولا حاجه تمام. تيجي بقى عند الايه عند السالب 1 كده السالب 1 كل ده عند مقام واحده هتعمل في 10 مقامات هتعمل في كله كده في كله 2 و 1 0 سالب 1 سالب 2 ده تعمل بسرعه اصلا ما تاخدش منك وقت. تروح اهي عند كام عند سالب 3 على فكره لو حسيت تلاقي برضو ان بتاعت واحد كانت سالب 3 العام فالمفروض ان هنا يطلعوا شبه يعني المفروض بص... يا شباب يا شبابهم يا ايه حاجه كده يعني تمام. وانت ليه ما خدتش كلمه من جمال خد السالب 2 احنا خدنا احنا بادئين من اول 2 يا حمار خدنا 2 1 0 لا انا ما خدتش ما رحتش يمت هنا استنى ولا عادي لا نروح يمت هنا نشوف اللي يحصل بتزيد خالص. لا لا بص بص دي البي ودي الكيو تمام. لو البي لو البي مثلا اكبر من الكيو هتلاقي الالتزام بالعكس الالتزام في المكان العكس يعني ده المكان بتاع البي وده المكان بتاع الكيو. لو دي كبيره بتتزن هنا اه دي كبيره بتتزن هنا. تمام بص بقى انت عامل انت عامل الكبيره دي دي 1 كيلو دي الصغيره وده 9 كيلو. لا 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 دي الصغيره 9 كيلو اكبر الالتزام يبقى الالتزام هيبقى الناحيه الثانيه الالتزام هيبقى كده وعشان دي الكبيره على اساس هي بتروح مع والعكس يعني هتخليه في مره هتخليها دي 5 دي 5 كيلو ودي 5 كيلو الاتزان هيبقى فين بقى الاتزان هيبقى في النص الخط ده في النص هتلاقي كله بصفر اصل اي في اي حته بصفر يعني تقف عند كله كله هتلاقيه بصفر تمام. تقف عند الاثنين هتلاقيه هنا وهنا بصفر كده هتلاقي كله بصفر. لو قلت مين اول حاجه هنجيبها دلوقتي حلو دي ايه دي السالب 2 اكيد ما فيش مقاوم اساسا دي السالب 2 اهي تمام ترو ماشي سالب 2.8 زي ما طلعناها 2.8 في الاول تمام. فالمفروض 12 مع بعض فرق 1 من 10 بس تمام كده وهكذا بقى كله طبعا كله اللي هو لغايه 4 من 10 نفس الطريق تروح كده تروح كده 5 من 10 بقى شيل 1 حط فين في 5 شيل 9 شيل 9 مش طايق اتزان اهو حط في 5 اسمع بقى تروح هنا تروح لا استنى استنى تقف عند الصفر تروح هنا لا ثواني احنا عندنا 5 5 ولا لا؟ ايوه هنا 5 5 تقف عند الصفر صفر هي اتزان تقف عند الاثنين لا تقف عند الاثنين وبعدين تحرك يمين وشمال اه ما احنا بتقلش يا احمد بتزيد بس ايوه خلاص استنى لا لا ده في حاجه ده المفروض ياكل ده صفر هي على طول الخط ده كده كله بصفر يا عم اهو في حاجه بقى عند الايه عند الاكس تروح ما هتفضل تزيد هتزيد اه لكن لما ترجع تاني عند الصفر يبقى هي صفر يبقى الاكس بصفر هي هتزيد مش ترجع تاني صح فاهم ازاي انت ترجع تاني فانت عاوزين نوصل لحاجه تتزني اصغر حاجه يعني رحت انا كده اه فاهم ازاي فايه وعند الواحد وعند كله نفس النظام تزيد بس تزيد بس مفيش اي صغر غلط ماشي. وهنا في النص بالظبط صفر وهناك برضه بصفر وعند اللي وعلى المحور رايح كله بصفر ما انت اصلا انت اللي بتختار المحور اللي هو يعني. ماشي لان اصلا دي كلها دي فاضيه اصلا مفيش حاجه انت بتروح يمين وشمال في المنطقه اللي بتنشا فين بتنشا وفين بتمشي فدي اصلا فاضيه يعني تروح على الخط كده على الوان مفيش اي حاجه لان ده الشمال مفيش بوتنشا فاهم ازاي؟ تعال بقى ما تغير هتلاقي راحت كده بقى خلي دي مثلا ايه 6 وخليها ده 4 حلو ودي 4 حلو اقف عند الاثنين لو رحت كده هتلاقيها بتزيد بس مفيش يبقى الاتزان في اليمة التانية تروح بقى ايه مش دي الصغيرة يبقى لازم تروح كده عشان تبقى معاها بقى تمام تمشي بقى تروح بقى كده 1 من 10 بالظبط نص نص 5 من 10 حتى هتلاقيك شوف الكيمياء صغيرة ازاي 5 من 10 على فكرة هنا برضه هتلاقيها صغيرة فاهم ازاي لأن هم قريبين من بعض وهكذا بقى ايه نفس الحكايه خلاص انت فهمت بقى انت عملتها كده وعملتها كده شكرا بعد كده ايه بقى مش رسمه عندك الواي وعندك الاكس عندك وكلهم 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 من ايه من 2 سالب 2 يعني تبت وبعدين ايه من 2 سالب 2 تمسك الجدول الاولاني هتلاقيه كبير صح
مش هو كبير اهو ايوه كنتوا في الثلاثات اخر واحد تلاقيه في الرصاص اهو تلاقي اخر واحد قريب قوي من البتاع تمام وطبعا بيكبر كل مره كل مره فدوم بتوع ايه مثلا اللي قبل اللي هما لما البيكت كبير ودوم لما الكيو كانت كبيره